أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج ضيف التحرير. انتهت إذن المهلة التي منحها القادة العسكريون في النيجر للسفير الفرنسي من أجل مغادرة نيامي والمحددة منذ يوم الجمعة الماضي في 48 ساعة. وبرر الانقلابيون موقفهم برفض السفير الفرنسي في النيجر الاستجابة لدعوتهم إلى إجراء مقابلة، وتصرفات أخرى من الحكومة الفرنسية تتعارض مع مصالح النيجر. من جهته قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن السفير الفرنسي سيظل هناك رغم الضغوط من قادة الانقلاب، مؤكدا مواصلة باريس دعم الرئيس المنتخب محمد بازوم، معلنا أن فرنسا لن تغير موقفها في إدانة الانقلاب وتقديم الدعم لبازوم. لمناقشة هذا الموضوع نستضيف من الرباط الباحث والكاتب في العلاقات الدولية دكتور الحسن أقرطيط. مساء الخير سيدي الكريم. مساء الخير سيدي وشكرا على الاستضافة. مرحبا. بداية، ما الذي يجري في العلاقات بين فرنسا والنيجر؟ هل الأمر يتعلق باجتياز فترة صعبة أم أن الخلاف أعمق بكثير؟ لا، بكل صراحة الآن أصبح الخلاف عميق جدا بين المجلس العسكري الانتقالي في النيجر والحكومة الفرنسية برئاسة ماكرون. ينبغي القول على أن فرنسا الآن بهذا القرار الذي عبر عنه الرئيس ماكرون أمام المؤتمر الذي يضم دبلوماسي سفراء فرنسا في العالم، هذا الموقف الذي رفع فيه السقف بشكل كبير، على اعتبار أنه يقول على أن فرنسا لن تسحب السفير، بل أكثر من ذلك ستعمل على إعادة الرئيس المعزول بازوم. وأعتقد في نظري هذا يعتبر مرحلة جديدة في الأزمة بين النيجر وبين فرنسا. لكن في حقيقة الأمر هناك في الداخل الفرنسي يعتبرون على أن موقف ماكرون أو على أن سياسة ماكرون والسياسة الخارجية في عهد ماكرون هي سياسة منفصلة على الواقع، على اعتبار أن التطورات على الأرض هي تؤكد سواء موقف المجلس العسكري الانتقالي الذي يبدو على أنه مصمم على طرد السفير الفرنسي، أو موقف الشارع، على اعتبار أن هناك تأييد شعبي كبير للمجلس العسكري الانتقالي من خلال التظاهرات الكبرى التي نظمت سواء أمام القاعدة العسكرية الفرنسية في النيجر أو أمام السفارة الفرنسية. وبالتالي في نظري الآن هناك تحدي أمام ماكرون، سواء خصوصا فيما يتعلق بالداخل الفرنسي، على اعتبار أن هناك استياء كبير، وهذا ما عبرت عنه بكل صراحة مواقف المعارضة اليسارية ومواقف كذلك اليمين المتطرف. بل أكثر من ذلك، هناك تم الحديث عن رسالة وجهها أكثر من 94 نائبا برلمانيا فرنسيا إلى الرئيس ماكرون، يطالبون فيها بإعادة النظر في السياسة الفرنسية تجاه إفريقيا. ولذلك بل أكثر من ذلك، يمكن القول على أن الموقف الآن داخل فرنسا هو موقف، باستثناء بطبيعة الحال من يحاول الرئيس الفرنسي حسب الأوساط، بعض الأوساط السياسية، أن يورطهم في موقف الدولة الفرنسية، يمكن القول على أن الرئيس الفرنسي الذي لم تعد أمامه إلا مدة قصيرة جدا في الولاية الثانية، هو يحاول من خلال هذا الموقف وحسب دائما الأوساط الفرنسية الهروب إلى الأمام. وبالتالي في نظري، وبغض النظر أستاذ الحسن عن الحسابات الداخلية استمرارا لهذه الفكرة، وكنت تقول بأن الرئيس ماكرون يعني رفع السقف الآن في موقفه إزاء العسكريين في النيجر، ولم يرفع السقف فقط بل حتى انتقد حلفائه في روما وفي واشنطن وفي برلين لتفضيلهم المسار الدبلوماسي. كيف نفهم الموقف الماكروني المتعنت والمهدد يعني حتى الآن؟ لذلك قلت على أن الموقف، موقف الرئيس الفرنسي، هو موقف منعزل عن الواقع، على اعتبار كما قلت أن هناك إصرار داخل النيجر من أجل طرد السفير الفرنسي، وهناك إصرار بطبيعة الحال على الفترة التي حددها المجلس العسكري الانتقالي كفترة انتقالية لنحو الحكم المدني. وبالتالي في نظري الرئيس الفرنسي هو يقر
على أن يقر على أن الدبلوماسية الفرنسية هي تعاني كثيرا على على المستوى الإفريقي وكذلك حتى على المستوى الدولي، وكانت إشارة واضحة إلى الحلفاء الغربيين على اعتبار أن هناك خلاف كبير رغم الإعلانات، رغم الإعلانات هناك خلاف كبير بين فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية في ما يتعلق بالمقاربة التي تعتمدها الدولتين تجاه المجلس العسكري الانتقالي. وبالتالي هناك حسب الإعلام الفرنسي يتحدثون عن طعنة في الظهر، على اعتبار أن بل أكثر من ذلك هم يتحدثون عن مسلسل طعنات في الظهر من واشنطن، وهي إشارة حقيقة إلى قضية التحالف إيكوس الذي بنته واشنطن مع بريطانيا ومع أستراليا، وهي إشارة كذلك إلى صفقة الأسلحة المتعلقة بالغواصات التي استفادت منها الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك قلت على أن موقف ماكرون هو موقف فيه تخبط كبير، على اعتبار كما قلت أن ليس هناك دعم هي واضحة الفكرة للسياسة الفرنسية. صحيح، هناك تباين في مواقف الحلفاء بشأن طريقة التعامل مع الأزمة يعني في النيجر، لكن أكثر من ذلك أن صحيفة نيويورك تايمز سخرت من 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 الموقف الفرنسي، وسخرت من المخابرات الفرنسية التي قالت على أنها تنبأت بتمرد ماي فاغنر ولم تتنبأ بانقلاب النيجر، على اعتبار أن هذه المساحة هي مساحة كانت خاضعة لعقود ولسنوات طويلة للسيادة الفرنسية. الآن أستاذ يعني الحسن، بعد انقضاء المهلة التي حددها العسكريون لمغادرة السفير الفرنسي لم يحدث شيء إلى الآن. الدبلوماسيون الفرنسيون الذين تحدثوا للإعلام قالوا إنه يعني لا يمكن إجبار السفير الفرنسي على المغادرة، نفس موقف ماكرون طبعا، هو موقف قد يكون ربما محرج للعسكريين الذين يعني العالم يراقبهم اليوم. ما هي السيناريوهات الممكنة اليوم أمام كل من فرنسا والسلطات العسكرية في النيجر؟ أنا في حقيقة الأمر الإحراج هو في الموقف الفرنسي، في موقف الرئيس الفرنسي الذي رفع سقف الأهداف الفرنسية داخل النيجر، وهو استعادة الحكومة الشرعية بقيادة بازوم، على اعتبار أن فرنسا تتحدث عن المجلس العسكري، تتحدث عن الوضع داخل النيجر وكأنه معزول عن العالم، لكن في حقيقة الأمر هناك لحدود الآن صحيح أن المواقف دول أخرى، وأتحدث عن روسيا أو عن الصين أو عن جنوب إفريقيا أو عن الجزائر أو عن داخل دول الإكواس، هناك لحدود الآن رغم التصريحات بعدم التدخل، لكن ينبغي الإقرار على أن الأوضاع لن تحددها فرنسا، أو مستقبل النيجر لن تحدده فرنسا، على اعتبار أن تطور الوضع السياسي داخل النيجر قد يدفع أطراف أخرى إلى التدخل. وبالتالي عملية إعادة الرئيس بازوم هي عملية معقدة جدا، على اعتبار أن هناك كما قلت تناقضات كبيرة داخل الحلف الغربي ما بين واشنطن مثلا وباريس، كذلك هناك تناقضات كبيرة على المستوى الإفريقي، بل هناك مواجهة كبيرة بين فرنسا وروسيا والصين وجنوب إفريقيا، كذلك أن هذا الموقف في نظري هذا الموقف الذي عبر عنه الرئيس ماكرون هو للركوب على موقف دول الإكواس التي هددت بالتدخل عسكريا في النيجر. وحقيقة أن أمام حتى غياب الإجماع داخل دول الإكواس، على اعتبار أن ثلاث دول هي رافضة للتدخل العسكري، وكذلك أمام الوضع الغير المستقر كذلك على مستوى تشاد، على اعتبار أن هناك مواجهات مسلحة الآن بين المعارضة المسلحة والحكومة التشادية، وبالتالي أمام وضع الاستقرار في المنطقة ككل يكون من الصعب أولا المواجهة العسكرية، على اعتبار أن حتى المجلس الانتقالي لا يتحدث عن تدخل عسكري لاعتقال السفير الفرنسي، بل هناك حقيقة رهان. وبالتالي يعني بالتالي على ماذا تستند فرنسا في موقفها هذا؟ يعني على ماذا تستند فرنسا في موقفها هذا؟ وهل هو فعلا كما تقول تمسك بالشرعية، أم أن الأمر يتعلق بما أصبح يوصف اليوم بالإخفاقات المتكررة؟
هو حقيقة أننا نتحدث عن خيبات متكررة لا على المستوى الدبلوماسي لا على المستوى السياسي، والخطاب ماكرون اليوم كان فيه إشارة واضحة إلى هذه الخيبات الدبلوماسية. لذلك في نظري فرنسا تعاني من وضع غير مسبوق على المستوى الإفريقي، على اعتبار أن هناك تراجع كبير لنفوذها في منطقة الساحل والصحراء الكبرى، بل أكثر من ذلك هناك آخر قلعة يتم الحديث عنها هي النيجر. ومع الوضع الغير المستقر على المستوى تشاد تجد فرنسا نفسها أمام تراجع كبير لنفوذها على المستوى الإفريقي، بل هناك غضب شعبي كبير على مستوى الدول الإفريقية. ولذلك كما قلت أن الأوساط في فرنسا، وكان هناك خطاب قوي لجون ميلونشو يتحدث فيه على أن ما يجري الآن على المستوى الإفريقي هو نتيجة استعماري لفرنسا، وهو نتيجة للسياسات الخاطئة لماكرون الذي لم يفعل شيئا من أجل أن أمام هذا فرنسا. أستاذ الحسن عفوا على مقاطعتك، يعني أمام هذا التراجع الفرنسي في إفريقيا، ما هو هامش التحرك الحقيقي اليوم أمامها؟ أعتقد على أن الوضع داخل النيجر الآن لا يمكن أن تحدده بكل صراحة فرنسا، رغم وجود قواعد عسكرية ورغم حضور عسكري قوي داخل النيجر، لكن لا يمكن لفرنسا في نظري أن تقدم على خطوة التدخل العسكري دون غطاء لدولة قوية، وهنا أتحدث عن واشنطن، على اعتبار أن كما قلت حتى الدول إكواس غير متفقة فيما يتعلق بالتدخل العسكري، بالإضافة إلى الذي عبرت مالي وبوركينا فاسو عن إمكانية تقديمه للانقلابيين على المستوى النيجر، بل أكثر من ذلك أن غينيا ترفض التدخل العسكري، ناهيك بطبيعة الحال عن الدول الأخرى المتربصة، وأتحدث بكل وضوح عن روسيا التي لا يمكن أن نغفل التي لا يمكن أن نتكهن برد فعلها أمام تطور الوضع السياسي الداخلي. هناك إمكانية بطبيعة الحال أن تتدخل روسيا أو أن تتدخل دول أخرى، على اعتبار كما قلت أن إفريقيا الآن وهذه المنطقة بالخصوص أصبحت حاضرة في الجغرافيا السياسية القارية، وأصبحت منطقة تنازع للمصالح بين العديد من الدول. وأعتقد لحدود الآن أن الخاسر الأكبر بكل وضوح هي فرنسا، نتيجة للسياسات الاستعمارية السابقة، ونتيجة للدور السيء لفرنسا فيما يتعلق ببناء الديمقراطيات وتسهيل بناء الديمقراطية في هذه المناطق، في هذه الرقعة الجغرافية، على اعتبار كما قلت أن هذه الدول التي عرفت الانقلابات خلال السنوات الأخيرة هي دول كانت خاضعة للوصاية الفرنسية، وبالتالي أصبح عهد ماكرون عهد موصوم بالانقلابات، عهد موصوم بالخيبات الدبلوماسية، وليس أقلها الأزمة الدبلوماسية مع المملكة المغربية ومع تونس ومع الجزائر ومع دول أخرى على المستوى الإفريقي. لذلك في نظري هناك ظرفية سياسية دقيقة جدا فيما يتعلق بالوجود الفرنسي على المستوى الإفريقي. لذلك كما قلت أن رأس ماكرون الآن هو تحت المقصلة السياسية للمعارضة اليسارية وكذلك لليمين المتطرف، بل أكثر من ذلك قد تخرج أصوات أخرى حتى من حلف ماكرون بطبيعة الحال لانتقاد السياسة الإفريقية. العالم اليوم أستاذ الحسن يراقب يعني شد الحبل بين القادة العسكريين في النيجر وبين فرنسا. فرنسا تبنت منذ انقلاب النيجر موقف يعني هو الأكثر صرامة والأكثر ثبات في مواقف الدول الغربية إزاء الانقلاب، ولازالت يعني تتشبث بعودة النظام الدستوري. فرنسا هي من أكثر الدول تأييدا لسيدياو ومواقفها بخصوص التدخل العسكري. فرنسا هي التي تقود الجهود الرامية إلى فرض عقوبات على القادة العسكريين وممارسة يعني أشد الضغوط عليهم. الآن هناك ضغط شعبي لإرغام القوات الفرنسية على المغادرة وطرد السفير. هل تعتقد أن هذا الضغط الشعبي من قادة الانقلاب سيساهم في زعزعة الموقف الفرنسي؟ وبالتالي ما الذي يمكن أن يؤثر في هذا الموقف؟ وهل يمكن لفرنسا سياسيا ربما أن تتراجع عن موقفها؟
في نظري فرنسا تحاول أن تعيد سيناريو الرئيس غباغبو في الكوت ديفوار حين توجهت المظاهرات حين واجهت التظاهرات الوجود الفرنسي على المستوى الكوت ديفوار، وبطبيعه الحال انتهى السيناريو بإزاحة الرئيس باغبو. لكن فيما يتعلق بالوضع في النيجر، حقيقه الامر مختلف على اعتبار ان الظرفيه السياسيه والجيوسياسيه هي دقيقة جدا. كما قلت أن هذه نحن نتحدث عن سلسلة من الانقلابات التي عرفتها المنطقة ككل. نحن نتحدث على أن هذه المنطقة أصبحت الآن في الجغرافيا السياسية منطقة لتمركز الإرهاب والحركات الإرهابية، بل هناك انتقال للهلال الإرهابي من منطقة الهلال الخصيب، منطقة العراق وسوريا، إلى هذه المنطقة. كذلك وجود حركات انفصالية في هذه المنطقة، وبالتالي في نظري المستقبل السياسي في النيجر كما قلت لن تحدده فرنسا، وليس إمكانية وليس لها هامش مناورة كبير كما قلت، على اعتبار أن حتى الحليف التقليدي الأقرب ألا وهو واشنطن مقاربتها في التعاطي مع المجلس العسكري الانتقالي هي مختلفة جدا. لا تتحدث عن عودة الرئيس بازوم ولا تتحدث عن مواجهة مع المجلس العسكري بالنظر إلى وجود مصالح أمريكية داخل النيجر. وكذلك ينبغي القول على أن المنطقة المحيطة بشكل عام، وهنا تخوف بعض الدول الإكواس من أن تتدحرج كرة النار هذه لتطيح بحكومات شرعية أخرى. لذلك في نظري هناك صمت دولي فيما يتعلق بالدول الوازنة، هناك صمت أممي صراحة على اعتبار أن الأمم المتحدة لم تتحدث كثيرا فيما يتعلق بالأوضاع على المستوى النيجر. كذلك هناك ترقب روسي، هناك رفض صيني. سؤال، وأنت تتحدث عن مواقف الدول الغربية والأمم المتحدة، أتساءل معك أستاذ حسن عن مواقف الدول الغربية والأمم المتحدة بما أنك كنت تتحدث عن هذا الأمر، ما هو أثر مواقف الدول الغربية المعارضة طبعا للانقلاب على اليوم على الوضع الداخلي في النيجر؟ هل يمكن القول أنها يمكن أن تدفع ربما نحو تدخل عسكري، أم أن الأمر مستبعد في هذه اللحظة؟ أعتقد على أنه في ظل السياق الدولي بشكل عام وأمام الحرب الروسية الأوكرانية هناك رفض لأي مواجهة عسكرية غربيا بكل صراحة، على اعتبار أن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية هي تداعيات طالت حتى القارة الإفريقية وطالت دول أوروبية وطالت العالم بأسره، وبالتالي ليس هناك استعداد لدى الدول الغربية الحليفة لفرنسا من أجل خوض مغامرة المواجهة العسكرية مع المجلس العسكري الانتقالي. بل أكثر من ذلك كما قلت، على أن الأمم المتحدة التي ترتاب بطبيعة الحال من أن تتطور الأوضاع وأن تكون هناك كوارث إنسانية تتعلق بتهجير الساكنة كما يحدث الآن في السودان، هناك عجز أممي واضح أمام ما يحدث الآن على مستوى القارة الإفريقية وخصوصا منطقة السودان الذي يعبر كذلك عن الخيبة الفرنسية، على اعتبار أن حتى السودان كان في فلك الوصاية الفرنسية نسبيا. لذلك قلت على أن الوضع داخل النيجر هو وضع لا يمكن أن 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 لا يمكن تحديد نتائجه انطلاقا من الموقف الفرنسي، لأن رفع السقف كما جاء في خطاب ماكرون باستعادة الرئيس بازوم هو بأي ثمن؟ السؤال المطروح هو بأي ثمن، على اعتبار أن عودة يتطلب تنازل من المجلس العسكري الانتقالي، وأعتقد أمام دعم مالي وبوركينا فاسو ليس مطروحا على الأجندة المجلس العسكري التراجع عن الخطوة الانقلابية. وأكثر من ذلك حتى المفاوضات، حتى الوفد التي تم أرسلته الإكواس للمفاوضات مع المجلس العسكري الانتقالي رجع عاد 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 خاوية الوفاد. والموقف الأمريكي، أمريكا التي بطبيعة الحال والكلام هنا بطبيعة الحال للمستشار الرئيس بايدن، تحدث على أن كان هناك تواصل مع المجلس العسكري الانتقالي، كان هناك لقاء وهو بطبيعة الحال ما اعتبرته طعنة في الظهر فرنسا.
لذلك في نظري لا يمكن لفرنسا رغم هذا الموقف الراديكالي لا يمكن لها أن تتحكم في مآلات الأمور داخل النيجر كما عجزت عن ذلك في الدول أستاذ الحسن ما بات يوصف اليوم بفشل السياسة الخارجية لفرنسا في دول الساحل وفي إفريقيا بشكل عام ما الذي يشرحه بنظرك وما مبررات هذا العناد الفرنسي رغم اعتراف سياسيها وحتى عسكريها بغياب مقاربة واضحة لباريس في علاقاتها الخارجية؟ أعتقد هناك أولا الإرث الاستعماري وحقيقة أن فرنسا لم تتخلى عن النظرة الاستعلائية الاستعمارية تجاه الدول الإفريقية. فرنسا كما قلت التي والقارة الإفريقية ككل كانت تعتبر منطقة فرنكوفونية بامتياز، وأعتقد على أن فرنسا غلبت مصالحها في ظل ما يسمى بالاستعمار النيوكولونيالي، الاستعمار الجديد من خلال السيطرة على خيرات وثروات هذه البلدان، وهو حقيقة ما تشير له الأوساط الإعلامية والأوساط السياسية الغربية، وعلى اعتبار أن منطقة النيجر تعتبر المورد الأساسي لليورانيوم الذي تستعمله فرنسا للمفاعلات النووية من أجل إنتاج الطاقة الكهربائية لفرنسا. لذلك فرنسا في نظري لم تساهم في بناء الديمقراطيات على المستوى القارة الإفريقية، بل كان هناك في مراحل معينة دعم لهذه الانقلابات على المستوى الإفريقي وحتى في مواجهة بعض الحكومات الديمقراطية على المستوى القارة الإفريقية، وبالتالي الخيط الناضم كان دائما خلال العقود الأخيرة في السياسة الإفريقية هو المصالح الفرنسية. لذلك كانت دائما فرنسا موضع انتقاد شديد حتى من الحلفاء الأوروبيين، بل هناك من يحملها المسؤولية الآن من داخل أوروبا وتحدث عن الحكومة الإيطالية عن الهجرة التي تتدفق الآن إلى أوروبا على اعتبار أن فرنسا خربت اقتصادات هذه الدول، وهو ما عبرت عنه رئيسة الحكومة الإيطالية ميلوني. بل أكثر من ذلك كما قلت نيويورك تايمز خلال العدد الأخير الذي أصدرته في هذا الشهر انتقدت بشدة السياسة الفرنسية على المستوى الإفريقي، وقالت بوضوح على أن علاقة فرنسا بإفريقيا كانت علاقة مصالح، وبالتالي نعم. وبالتالي ما يحدث الآن على المستوى الدول الإفريقية هو انتقام من فرنسا، وهو تمرد على الوجود الفرنسي وعلى الوصاية الفرنسية. واضحة الفكرة. ولذلك نشهد هذه المواقف التي يتم التعبير عنها من داخل القارة الإفريقية. شكرا لك أستاذ الحسن عقيد، مضطر لمقاطعتك لضيق الوقت، انتهى الوقت المخصص لهذه الحصة. دكتور حسن عقرطيط الباحث والكاتب في العلاقات الدولية، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة، والشكر أيضا موصول لكم مشاهدين على كرم المتابعة. ألقاكم بخير بحول الله، للقاء.